السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا إن شاء الله في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم جوج وصفات. الأولى تيغين بالخضر والسوريمي، كتجي لذيذة وسهلة التحضير. غنرافقها بسلطة لذيذة ومنعشة وصحية، ما تشبعوش منها. بقاو معايا باش تعرفوا على التفاصيل. لتحضير هاد لاتيرين غنحتاج عندي هنا جوج حبات ديال القلع متوسطين، واحد الحبة ديال البصل. اذا كان عندكم بورو من الاحسن تستعملوا البورو. عندي هنا خمسة الحبات ديال الجزر متوسطين، غنديهم فوق النار. عملت المقلاة فوق النار، درت معلقة ديال الزبدة كيفما كتشوفوا كبيرة، زدت حكيت جوج فصوص ديال الثوم وغنخلطو هادشي كامل. غنعملوها فوق النار، كنعرفو الخزو كيطلق الماء، القرعة حتى هي كطلق الماء، حتى البصلة كطلق الماء شوية. غنعملوهم يتشحرو فوق النار حتى ينشفو من الماء مرة، حاجتنا فيهم ميبقاش فيهم الماء، وتكون على نار على نار عالية باش يتبخر منهم المضغية. غنستمر بحال هكا حتى ينشف منهم الماء، وغنوريهم ليكم كيف خصنا نحصلو عليهم. شفتو هاهو نشف، مبقاش فيه الماء، وخصني نبقى نحافظ على اللون ديالو. غنضيف الملح، غنضيف الإبزار، غنضيف الخرقوم أو الكركم، وغنزولو من النار نخليه حتى يبرد باش نضيف ليه المكونات الاخرين. على بيد ما برد لينا الخليط ديال الخضر، غندوز نحضر معاكم هنايا هاد لاتيغين. اي تيغين كتعرفوا كنحضروها كنحتاجو ليها البيض، غنحتاج 4 البيضات. غنحضرها بلي باطوني د سوريمي، كيتباعو في الاسواق التجاريه الكبرى. هاد الكرتونه كنلقاو فيها 3 4 الباكيات من هادو، نقطعهم على هذا الشكل. نضيفهم على البيض، عندي هنا علبة ديال قشدة ديال الطبخ، 200 ملليلتر، علبة صغيرة ديال قشدة كريمة الطبخ. نطرب البيض مزيان مع هاد العناصر، بعد غنضيف عليها الخليط ديال الخضر. الخليط ديال الخضر برد عندي، ضفت شوية الزعتر،
مجفف، غنضيف تقريبا مقدار 2 معالق كبار اختياريين ديال الجبن المحكوك، ودابا غادي ندوز نصب الخليط ديالي في المول اللي لبستو هنا بورق الطبخ. دابا غنصبو في المول اللي غندخلو الفرن. ورق الطبخ كان من فوق، وندخلو الفرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180، الفرن مشعول من الفوق ومن التحت مدة تقريبا 35 حتى 40 دقيقة. ودابا غنحضر معاكم واحد السلطة، عندي هنايا ابلي مسلوق وخليته حتى برد، ضفت عليه هنا الاناناس كيف ما كتشوفوا، والمايس او الذرة معلبة، عندي هنا التفاح، تفاحة كبيرة عصرت عليها قطرات تاع الحامض، عندي هنا الاكاجو غادا نقطعو قطع صغيرة، وهنا عندي القرقاع تاهو بنفس الشيء محمصين، عندي بجوج بيهم ديجا محمرين في الفران، غنقطعو قطع مهرمش كبير. الجزر اللي محكوك عندي غليظ كيف ما كتشوفوا ومعصرة من الماء ديالو، غنضيف حفنة ديال الزبيب، الزبيب طبعا مغسول مرقد ومغسول، مزول لي العود اللي كيكون فيه، ودابا غنخلط هاد النواشف اللي عندي كاملين قبل ما نضيف ليهم الصلصه. غنضيف واحد الياغورت طبيعي، وغنضيف ملعقة عامرة ديال المايونيز، غنضيف الملح، الملح كيبقى دائما على حساب الذوق، غنضيف شوية الإبزار، وغنضيف قطرات من عصير الحامض. ونخلط المكونات كاملين،
بعد ما خلطتها مزيان هندوز باش نحطها في طبق التخدينه. وهذه هي لا تيرين ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، انا خليتها تحمرت لي شويه زايد من الفوق، قلبتها من المول وغنخليها تبرد شويه باش يسهل عليا نقطعها. نوريها لكم طبق تقديم. وهذه هي سلطه القمح مع الفواكه اللي حضرت معكم، وهذه لا تيرين قدمتها على هذا الشكل، قطعتها وقدمتها على هذا الشكل. نتمنى تعجبكم، كتجي شفتوا كيفاش كيجي فيها داك السوريمي من الداخل، كتجي لذيذه ومغذيه، شفتوا فيها غير الخضر البيض الكريمه والسوريمي. قدمت هذا تقديم بسيط مع شويه الزيتون وسلطة اللوبيا الخضراء ولا تيرين مقطعة. نتمنى ان شاء الله تروقكم، وجبة صيفية خفيفة تقدموها لعائلاتكم، وممكن تقدموها حتى للضياف علاش لا. هاد لا تيرين ممكن نرافقوا بها المشويات، ممكن تقدموها كطبق رئيسي مرافقة مع سلطة او مع دجاج مشوي في الفرن او كفته او كبده او اللي حضر عندنا. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، اكيد ان شاء الله غتولي معتمده عندكم، سلطه مغذيه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والتعاليق ديالكم اللي كتفرحني، ومرحبا اللي دخل معنا مشترك جديد في القناه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.